مورغان مورغان. طبعا هنا دخلت في هذه الغابة الآن أبحث عن الزرافة. من المفترض أن تكون في مكان ما، يعني هنا متواجدة في الطبيعة، اسمها مورغان. نبحث عنها لم نجدها. مورغان مورغان، لا أثر إلى الآن. It's a snake, I think. Sound of something. I think it's a snake. Sound here. Not sure what is it, but we need to watch our steps. Okay. الآن لا نزال نبحث عن مورغان الزرافة. لا أثر لها البتة في هذه الغابة. طبعا هذه يعني الدخول هنا خطير، يعني ليس لعبة يا جماعة. أوكي. الزرافة عادة تتجول هنا في هذه الغابة، هي التي أطعمتها سابقا وتمشيت معها، ولكن نبحث عنها منذ فترة ولم نجدها الآن. ملك القرود، ولكن هي لم أجدها صراحة. مورغان مورغان، مورغان. لا أترى لها البتة. مورغان مورغان. شيء ما سقط من هناك. طبعا هنا يجب الحذر، يعني هذه أدغال علمتم في نهاية المطاف، يعني يجب أن تمشي على مسؤوليتك الخاصة، يعني تدخل ليس لأن لا تدخل، ولكن تمشي على مسؤوليتك الخاصة. علمت. مورغان، حتى الرجل يبحث عنها في تلك الجهة، ولا حياة لمن تنادي. Did you find her? Did you find her? مورغان. هي اسمها مورغان، لطيفة جدا هذه الزرافة. كنت عادة أتمشى هنا وتتمشى بجانبي في هذه الغابة. لدي كان فيديو معها مسبقا، كلكم طبعا رأيتموه، ولكن اختفاؤها هذا الغريب أثار قلق الجميع. لهذا حتى الذي معي الآن بدأ يبحث عنها. يبدو أنه يتصل، يقوم باتصالات بسبب ضياع هذا الغريب في هذه الغابة. اذهبوا معي في الرحلة الآن حتى نجدها. مورغان ها؟ هيراكس؟ يا Can you see? No. Oh yeah, I see. I see it. I see it. نلك حيوان هيراكس اسمه تقريبا، عبر للتو بجانبنا. خرج من هذه الحفرة. يجب أن أحذر فقط من الأفاعي. خرج من هذه الحفرة التي ترون الآن في الشجرة أمامكم. هنا خرج من هنا. Weird stuff. مورغان. هنا يعني يجب الحذر هنا في هذه المناطق، لأن أفعى سامة ربما تخرج من هذه الجهة. دائما اذهب في المنتصف، وأن يراقب الإنسان أقدامه، يعني إن قمت بالضغط على أفعى سامة ستعضك فورا. أوكي. هنالك طبعا طرق في التعامل مع رؤية أفعي. هنالك هليكوبتر أو طائرة تطير في الأعلى. ها هي، لا أدري بالضبط، سمعت صوتها. Anyway. ها هي هناك. ها هي ضيعت. أوكي ما علينا. هاي 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 شيز هير. Oh my goodness. ها هي خلفي، خلعتني للعلم. طبعا أتت من خلفي بدوني أن أشعر. مورغان
طبعا أفجعتني في البداية، لما كنت أتوقع أنها هي. ها هي، لنتمشى الآن سويا. تعلمون يا جماعة، كنت أبحث عنها من فترة طويلة جدا. هذه صديقتي المفضلة مورغان. اوكي، نتمشى الآن. تعلمون منذ فترة طويلة وأنا أبحث عنها. كنت مختبئة يا مجرمة. شبعتي؟ ها. تعلمون هذه طبعا زرافتي المفضلة، كلما أأتي لهنا يجب أن أأتي إليها هي الأولى. طبعا المكان مفتوح، طبعا لقد استغربت أنها كانت ضائعة ومختفية طوال هذه الفترة، خصوصا عندما أتت من خلفي أفجعتني في البداية. لم أدري ما أسد أو لا أدري بالضبط ما هو. لنتمشى سويا. نتمشى سويا، أحب أن أتمشى مع هذه الزرافة دائما للأمانة. للحظة ظننت باي ذا واي للحظة أنها ماتت أو أنها افترست أو شيء من هذا القبيل. يمكنك الانضمام والتتلمد في مدرسة نضال للفلسفة الفكرية والعلوم الباطنية لتعلم مذهب المدرسة وتعليمها من الصفر. كما يمكنك الاشتراك في كورس من الوعي إلى اللانهائية لما فيه من ممارسات قوية لتهدئة العقل والأفكار والسمو فوق العقل والاضطرابات. ويمكنك الحصول على الأعمال والمؤلفات الكاملة لنضال الأعمال من كتب ككتاب المعلم الذي وجد الحقيقة وكتاب حكمة الفيلسوف الصغير. ونعلمك بتوفر الاستشارات الهاتفية الخاصة مع المعلم في الحالات الخاصة والعامة. كما يمكنك التمتع بقراءة النصوص الأدبية وأقواله مجانا، حيث تجدون كل هذه الأشياء بمجرد زيارة موقعنا الإلكتروني www.nidal.net. فنحن بانتظار زيارة سيادتك القيمة والمبجلة.